تقع مزرعة بلدنا على بعد حوالي 50 كيلومتراً شمال مدينة الدوحة، على الناحية الشرقية من امتداد طريق الشمال عند المخرج 44. تتألف المزرعة بشكل رئيسي من قسم خاص بالحظائر يتسع لأكثر من 30,000 رأس غنم كمرحلة أولى، قسم خاص بإنتاج الأعلاف المخلوطة بقدرة إنتاجية تفوق 100 طن يومياً، معمل لإنتاج الحليب ومشتقاته بمعدل 5 أطنان يومياً، مركز صحي ومختبر تحليلات طبية مجهز بأحدث المعدات. حظائر خاصة بالحجر الصحي قادرة على استيعاب أكثر من 10% من إجمالي القطيع في آن واحد، إضافة إلى مركز لإنتاج اللحوم بمعدل 1500 كيلوغرام يومياً، وآخر للأصواف بمعدل إنتاج يصل إلى 62 طناً ونصف الطن سنوياً، كما خصصت قطعة أرض مجاورة لتضم خدمات تقنية متكاملة من خزانات مياه ومضخات ومولدات كهربائية. أما الموظفين والعمال فقد خصص لهم مجمع سكني متكامل على الجانب الآخر من أرض المزرعة. جهزت الحظائر لتتناسب مع مناخ دولة قطر، حيث تم تغطية 60% من مساحة الحظائر بالكامل، فيما بقي 40% منها مفتوح لأشعة الشمس، مع وجود مسرح خارجي يتضمن المعالف التي تعبأ آلياً بواسطة عربات خلط وتوزيع. كما استخدمت أنظمة متابعة ومراقبة إدارية إلكترونية لتضمن سلامة وصحة الأغنام ومراقبة نموها بشكل دوري منذ لحظة ولادتها، مع الاحتفاظ بسجلاتها وبياناتها الوراثية. يتم الدخول إلى المزرعة عبر نقطة تحكم تحتوي على نظام لتعقيم الشاحنات لمنع انتقال أي عدوى خارجية، ثم إلى منصة الميزان لتتجه بعد ذلك الشاحنات المحملة بالحبوب والأعلاف إلى القسم الخاص بالأعلاف. يتكون القسم الخاص بالأعلاف من مستودع للحبوب بمساحة 1200 متر مربع، ومستودعات أخرى لأنواع مختلفة من التبن بمساحة 3000 متر مربع، ومنطقة خاصة لتخمير الحبوب بمساحة 2000 متر مربع، وأربع مستنبتات للشعير الأخضر الطازج بطاقة إنتاجية لا تقل عن 40 طناً يومياً. ويتوسط هذه الأجزاء جميعها مصنع الأعلاف. يتم تفريغ الشاحنات المحملة بالحبوب بشكل آلي عند مستودع الحبوب، ومنه إلى المصنع عبر قنوات خاصة تحت الأرض، فيما تنقل الحبوب المخمرة والتبن عبر مسارات آلية إلى المصنع الذي يتم من خلاله مزج وتحضير الحبوب والأتبان بالإضافة للعلف الأخضر والفيتامينات والمعادن، ليصبح المنتج النهائي الطازج جاهزاً للتعبئة والتقديم بحسب الطلب. يتم استنبات الشعير الأخضر الطازج ضمن 4 مبان بمساحة تزيد عن 3000 متر مربع، وطاقة إنتاجية تصل إلى 40 طناً يومياً. تؤمن هذه المستنبتات إنتاجاً ثابتاً غير مرتبط بالظروف المناخية، وغنياً بالحموض الأمينية والبروتينات الطبيعية والمعادن، وبذلك نضمن تغذية أغنامنا بأعلاف عضوية طبيعية 100% خالية من أي مواد صناعية وأي نوع من أنواع الهرمونات.
تبلغ مساحة المستنبت الواحد حوالي 750 متراً مربعاً لينتج يومياً 10 أطنان من الشعير، فيما سنحتاج إلى مرعى تصل مساحته إلى 3500 هكتار لإنتاج الكمية نفسها في المرعى التقليدي، أي ما يعادل 46 ألف ضعف المساحة المستعملة للمستنبت الواحد. كما سيحتاج المرعى التقليدي إلى ما يقارب 120 لتراً من الماء لإنتاج كيلو واحد من الشعير، فيما سيستهلك في مزرعة بلدنا لتران ونصف اللتر فقط من المياه، أي ما يعادل 2% فقط من كمية الماء اللازمة في المراعي المكشوفة. إن استخدامنا لهذه التقنية في إنتاج الشعير وفر لنا مساحة شاسعة من الأراضي، كما خفض من استهلاك الماء وأنتج شعيراً طازجاً غنياً بقيمته الغذائية. تتزود من هذه المستنبتات العربات الخاصة بنقل الأعلاف قبل أن تذهب إلى المصنع للتزود بخلطة العلف، لتتوجه مباشرة إلى الحظائر حيث توزع العلف على الأغنام في المكان المخصص لذلك. يحتوي قسم الألبان على مظلة لتجمع الأغنام وأربعة محالب آلية مجهزة بأحدث المعدات، ومعمل للحليب ومشتقاته تصل مساحته إلى 1000 متر مربع، إضافة إلى مغطس لمرور الأغنام قبل مغادرتها إلى الحظائر. كل هذه الأقسام وخطوط الإنتاج تخضع لمراقبة صحية وتحليلات طبية ضمن مختبر خاص يقوم بجمع العينات وتحليلها وعزل المواشي المصابة ضمن حظائر خاصة بالحجر الصحي لمنع انتقال العدوى. يتم ذبح الأغنام ضمن مركز اللحوم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وباتباع أحدث الوسائل والأدوات. ليتم بعد ذلك تعبئة اللحوم وتغليفها وشحنها ضمن برادات وعربات نقل مخصصة لذلك. كما سيتم إرسال الجلود والأصواف إلى المبنى الخاص بها على الجانب الآخر من المزرعة. سنعمل على جمع فضلات الأغنام ومعالجتها في مركز معالجة الفضلات لإنتاج الأسمدة الطبيعية لتعبأ وتحمل وتصدر كمنتج إضافي من منتجات مزارع بلدنا. سيتم تصدير الأغنام من خلال رصيف التحميل الخاص بذلك والذي يتسع لسبع شاحنات نقل للأغنام. إن ما تم تصميمه في مزرعة بلدنا من تنوع في خطوط الإنتاج تبدأ بالألبان والأجبان مروراً باللحوم والأصواف والجلود وأخيراً بالأسمدة العضوية،
إنما يعكس حرصنا على تكامل الإنتاج وجودته لنضيف بذلك سلعة محلية جديدة بمواصفات عالمية من خيرات بلدنا.